أكبر عدد من الحرفيين على هامش الصالون الوطني لصناعة الجلود بولاية جيجل، والذي عرف مشاركة 65 حرفيا من 25 ولاية، على أن التوجه نحو المنتوج المحلي واقتنائه بات قرارا حتميا لا اختياري بسبب ما يسببه المنتوج المستورد من أمراض جلدية وسرطانية خطيرة. أيمن عبد الرحيم رصد لنا التصريحات التالية. نقص شويه زعما التسويق، اما نقص بالنسبه للخرجات نتمنى زعما كما كاين خرجوا المعارض الصناعه نتاعنا الستور نتاعنا هنايا، انه حاجه طبيعيه وحاجه مليحه نتاع بلادنا، مش كما حاجه من برا، حاجه من برا احنا ما نسبورتوهاش. المنتوج تاعنا يعني خاص درك، كان وقت كان رقدوا عليه حبسوه خلاص، من اللي بدو يقيسها من المرض والحوايج عاد باش بدو يرجعوا للمنتوج تاعنا احنا. مي احسن حاجه هو تاعنا. في الخدمه في في في, في جلد تاعنا يعني ماهوش مغشوش ماهوش تاعنا قد دوريجين. ليست حمايه المنتوج بزياده في الثمن، بل حمايه المنتوج بالتخفيض من الثمن والنوعيه. لانك اذا كان المنتوج الصيني يدير 1000 راه كنت تقول لي 20000 مستحيل راح تنافسه. اذا لابد اننا نفهم ايضا أن ترويج لهذا المنتوج يبدأ بالثمن، لا طبعا هو قضية عرض وطلب، ولكن تخفيض الثمن أيضا له أهمية كبيرة.